ما زلنا في صحبة الجامع الصحيح للإمام البخاري، وأورد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرئ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ده كان عنوان الباب من الوضع الإمام البخاري. لكن قبل ما نعيش مع ترجمة الإمام البخاري لهذا الباب، نذكر بالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه بسنده. قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب. فالذي حدث يعني روى الإمام البخاري عن سليمان بن حرب، سمع منه الحديث ده. قال اللي هو سليمان بن حرب: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور. كل راوي بيروي عن شيخه، وكل راوي سمع الحديث من شيخه، لأن ده شرط الإمام البخاري في اللي وضعه في الجامع الصحيح في اختيارات وفي انتقاء الحديث وفق المنهج والشرط والشروط اللي حطها ووضعها الإمام البخاري في قبول الحديث الصحيح. فعن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. قبله كده في منطقة قرب المدينة، فشاف سيدنا أبو ذر لابس ملابس الغلام المساعد بتاعه، لابس زيه نفس النوع والهيئة. فالمعرور بيقول: فسألته عن ذلك، فإيه سبب أن أنت والخادم بتاعك لابسين أو المعاون بتاعك لابسين زي بعض؟ فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني ما تكلفهمش من الأعمال فوق طاقتهم، فإن كلفتموهم فأعينوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلاحظ كده مع بعض العنوان اللي وضعه الإمام البخاري، واللي بيظهر فيه مدى دقة الإمام البخاري في فهم معاني الحديث الشريف، وإنه من المعاني التي فهمها الإمام البخاري من هذا الحديث الشريف إنه ليس ارتكاب المؤمن للمعاصي بيخرجه من الدين، حتى وإن وقع المسلم في الكبائر. يعني المسلم لا ينسب إلى الكفر باكتساب المعاصي. مش تشوف بقى واحد زنى أو شرب خمرا أو قارف أو ارتكب أي كبيرة أو معصية كبيرة فالناس اللي بتستسه تقول: لا، ده مش مسلم، ده مش مؤمن. لا، فهذا ما فهمه الإمام البخاري من هذا الحديث، وحط العنوان الكبير ده. طبعا لا ينسب فاعله، أي اللي بيعمل معصية كبرى من كبائر المعاصي، لا ينسب أبدا إلى الشرك أو إلى الكفر، إلا لو هو أشرك. لو أشرك ده بقى موضوع تاني. إنما المسلم ممكن يرتكب كبائر، وارد يحصل منه هذا الكلام ويقع في هذه المعاصي، لكن لا يكفر بفعله للكبير ولا يكفر بفعله لهذه المعاصي. وده المعنى اللي ساقه وبينه هنا الإمام البخاري. يعني هذا المعنى الذي ترجم له الإمام البخاري في صحيحه، ده بخلاف مثلا قول الخوارج اللي كانوا بيقولوا، أو اللي هم القائلين بتكفير مرتكب الكبير. عند الخوارج اللي بيعمل كبيرة من الذنوب أو بيرتكب أي شيء من كبائر الذنوب، ده عندهم كافر.
وبرضو الكلام اللي استنبطه الإمام البخاري من هذا الحديث وحطه في العنوان بتاع الباب، برضو بخلاف المعتزلة اللي شايفين أو القائلين بأنه مرتكب الكبيرة ده لا مؤمن ولا كافر. نرجع للعنوان بتاع الإمام البخاري اللي استدل الإمام البخاري لما ذكره في العنوان اللي ابتدى بقوله باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلي. يعني في عملية لما عيره بأمه، لما عير أبو ذر ذلك الرجل الذي عيره بأمه في هذا السلوك أو إتيان هذا الخلق من أخلاق الجاهلية. والكلام يعني أن أنت مش معناه أنه هو كل ما يأتي به أو يفعله أبو ذر، لا، هو من المكان، هو له مكانة كبرى سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه، لكن اللي اتعمل ده من أخلاق الجاهلية ولست جاهلا محضا، يعني أنت ارتكبت حاجة أو شيء من أخلاق الجاهلية أنك تسبه في بأمه وتقول له لفظة لا تليق، فأنت ارتكبت شيء من أخلاق الجاهلية. وبعدين أورد ده كده اللي أورده الإمام البخاري من كلام النبي عليه الصلاة والسلام موبخا فيه أبا ذر رضي الله تعالى عنه، فالإمام البخاري وضع العنوان ثم استشهد بهذا المقطع من الحديث، ثم أورد البخاري كل ده في عنوان الباب قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به يعني أنه يكفر بالمولى سبحانه وتعالى، ولو حتى بتكذيب النبي، يعني ولو حتى بتكذيب نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه اللي بيجحد نبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مثلا فهو غير مؤمن، حتى لو لم يجعل مع الله إلها آخر ولن يغفر له ذلك أبدا. أنك تؤمن الإيمان الصورة تؤمن بالله الواحد الأحد وتصدق النبي الخاتم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني المولى سبحانه وتعالى جعل أي أمر ينتج من المسلم بخلاف الشرك يعني أو ممكن يرتكب المسلم أو يقع فيه المسلم من المعاصي صغيرة أو كبيرة كلها بتقع تحت إمكان المغفرة. فمن مات على التوحيد ده المعنى، إنه من مات على التوحيد حتى لو ارتكب كبائر غير مخلد في النار، وإن ارتكب من الكبائر ما ارتكب غير الشرك. وشفنا في الحديث اللي قبل كده إنه إذا مات على الكبائر ولم يتب ولم يستغفر إزاي بيكون العقاب في الآخرة، وإزاي بيدخلوا النار وبعد كده بيخرجوا منها، وفي ناس ربنا هيغفر لهم ما يدخلوش أصلا. يعني الأمور موكولة للمولى سبحانه وتعالى. نعيد التذكير بنص الحديث عشان نقدر نفهم معناه. احنا شفنا اللي فات ده كله العنوان اللي حطه الإمام البخاري للباب. نذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري بسنده عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الإسلام دين الأخلاق العالية، الأخلاق الرحيمة، الأخلاق الرفيعة، دين الآداب السامية، مش مع المسلمين بس، مع كل الناس، ومش مع طبقة معينة من الناس دون أخرى، لا، ده مع كل الناس.
مع الخدم، مع الأعوان، مع المساعدين اللي بيساعدوا الإنسان. لأن ديننا الإسلامي الحنيف لم يفرق بين الناس، ما عملش أي نوع من، يعني لم يمايز بين الناس لا بأنساب ولا بأحساب ولا بعرق ولا بلون، إنما حقيقة التمايز بالتقوى والعمل الصالح. الحديث الذي عرض له والذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في هذا الباب بيحكي إن سيدنا، أن سيدنا أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان وقع في شتم رجل وعيره، ورد في روايات أخرى إن هذا الرجل المذكور هو سيدنا بلال المؤذن، وإن هو وقع في إنه قال له يا ابن السوداء فعيره بذلك. ورد إن النبي عليه الصلاة والسلام كمان لما اشتكى إليه في الرواية الأخرى اللي هي في غير البخاري، يعني اشتكى إليه سيدنا بلال وراح اشتكى له من إنه أبو ذر قال له الكلام ده، فواجه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا ذر باللي عمله وقال له شتمت بلالا وعيرته بسواد أمه؟ فهو اعترف قال له نعم يا رسول الله. قال حسبت أنه بقى أو بقي فيك شيء من، حسبت أنه بقي فيك شيء من كبر الجاهلية، يعني ده من كبر الجاهلية. وده طبعا لأنه النبي كان بيوجههم وبيعلمهم وبياخد بإيديهم، وما تبقى من بعض ما كانوا عليه من الأمور النبي بيصحح وبيوجه وبيرشد إلى الطريق السليم. شوف بقى مدى استجابة سيدنا كمان أبو ذر، ده مش وارد، اللي هحكيه ده مش وارد في رواية الإمام البخاري، لكن ورد عند غيره. فلما النبي عليه الصلاة والسلام كده واجه سيدنا أبو ذر بهذا الكلام، فألقى بنفسه أبو ذر وألقى بخده على التراب، قال لا أرفع خدي حتى يطأ بلال خدي بقدمه من كتر ما حس بالخطأ. شوف سرعة الاستجابة، وإزاي إنه ما شافش نفسه إنه ده بلال وإنه هو ده السيد، وإنه لا، ده حط خده على التراب، لسق بخده على التراب وقال مش هرفعه قبل أن يضع قدمه على خده. وزاد بعض أهل العلم اللي رو ألف وطئ خده كمان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بإن سيدنا أبا ذر رضي الله تعالى عنه صنع أو خرج منه هذا الكلام الذي لابد له من توجيه، وبخ النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال منكرا عليه في رواية الصحيح للإمام البخاري أعيرته بأمه؟ وانت لما تقول له يا ابن المرأة السوداء، ده نوع من السب والشتم والتعيير، والسب والشتم والتعيير كل ده بيندرج انه صفة من صفات الجاهلية، كانوا على جهل وجهالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان منه ده زجر عن هذا الفعل وتقبيح لهذا الفعل. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومؤدبا، وفي نفس الوقت بيعرفه حقوق الخدم والأعوان، بعد ما وبخ الفعل وإنه هذا الفعل من أفعال الجاهلية، يبتدي بقى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يعلم ويوجه ويوصي الناس بالخدم وبالأعوان وبالمساعدين. فيقول صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني الخدم بتوعكم دول وعبيدكم دول هم اللي بيقوموا بأموركم وهم اللي بيصلحونها وبيساعدوكم، فهم في الأصل إما إخوان لكم في الدين أو إخوان لكم في الإنسانية، ربنا سبحانه وتعالى جعل لكم سلطان عليهم، فنتقي الله فيهم. عشان كده النبي قال فمن كان أخوه تحت يدي، سواء كان بتجمعك بيه الخادم بتاعك ده أخوة الدين أو أخوة الوطن أو أخوة الإنسانية مطلقا، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، مش تميز نفسك بأكل وترمي للخدم بتوعك أكل تاني، يأكل من اللي انت بتاكل منه، فليطعمه مما يأكل
من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. لازم تحافظ على الكرامة الإنسانية لهذا الخادم والمعاون والمساعد، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، وما تكلفهمش بالأعمال تبقى فوق الطاقة وانت عارف انها فوق الطاقة، لكن تقول لا ده هم دي شغلانتهم يعملوها، وما تحطش في اعتبار ده ان انت مؤمن. المفروض المؤمن ده رحيم. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة بأسرها، إذا كلفت الخادم بتاعك أو المعاون بتاعك أو المساعد بتاعك أو من يندرج في هذا المعنى، لا تكلفه فوق الطاقة، لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ما تحملوش فوق طاقته، وراعي ظروفه، ولو كان لابد إنه الأعمال تقيلة شوية قوم عونه أو خلي معاه حد يعاونه. يعني ما تطلبوش منهم من العمل ما لا يستطيعون فعله. فإن أمرتموهم بشيء من ذلك، شيء تقيل، شيء محتاج مجهود، لازم تعاونوه، لازم إيديكم مع إيديهم، أو تجيبوا اللي يعاونهم على ذلك. سيدنا أبو ذر لما سمع بعد ما وبخ النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال له عيرته بأمه، فكان ده وفي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما يقول له يعني إنك امرؤ فيك شيء من الجاهلية، يعني في خصلة انت عملتها من خصال الجاهلية لازم تتمحي، كل ده خده سيدنا أبو ذر بقلب يقظ، فكان فاتح مسامع قلبي إلى ما ذكره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع سيدنا أبو ذر رضي الله عنه هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها على طول كان يلبس الخادم بتاعه نفس اللبس اللي هو لابسه، زي ما شافه وكما رآه المعرور، وروى لنا هذا الحديث المعرور ابن سويد، شافه في الربذة. الربذة دي مكان أو موضع قريب قوي من المدينة، الجماعة الحجاج الجايين من العراق بيجوا في يعني بتبقى في طريقهم. الربذة موضع قريب من المدينة المنورة. فالمعرور شاف سيدنا أبو ذر لابس حلة هي نفس اللي لابسها الخادم بتاعه. طب الحلة اللي هي إيه؟ الحلة لابد إنها تكون متكونة من ثوبين، إزار ورداء، وتسموا بكده لأن كل واحد منهم يحل على الآخر. فهو شاف أنه سيدنا أبو ذر لابس حلة، الخادم بتاعه لابس نفس اللبس اللي هو لابسه. ليه؟ فعشان كده قال له ليه، يعني عايز يعرف إيه السبب. فقص عليه سيدنا أبو ذر الموقف اللي حصل معاه، وأنه هو عير أحدا بأمه، وقلنا كما ورد أنه أو كما قيل أنه سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه. فلما حصل الموقف ده ونبهه النبي صلى الله عليه وسلم عن سوء ما فعل، ثم وجه المسلمين إلى ضرورة العناية بالخدم، استجاب على طول سيدنا أبو ذر امتثالا لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكسى خادمه مثل ما يرتدي من الملابس، لبسه نفس اللي لبسه، والتزم بما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ده فيه معاني كتيرة جدا. أولا تقبيح أمور الجاهلية وأخلاقها، وإنها زائلة بالإسلام، لأن هم كانوا في مرحلة، العرب في هذا الوقت في زمن الجاهلية كانوا يرتكبون جهالات كثيرة، كانوا على جهل، فجه الإسلام بنوره وأنواره فأضاء لهم الطريق وأرشدهم إلى كل ما فيه خير وسلام في القول والفعل، أرشدهم إلى الأخلاق الطيبة والسلوكيات المحمودة، ومن ذلك إن الناس ما تسبش بعض وما تشتمش بعض، ويحفظ الإنسان على نفسه لسانه، وإنك تقع فيه إنك تشتم إنسان دي كبيرة، لابد الإنسان أن يحترز من هذه الأفعال، وإنه يعود نفسه على محاسن الأخلاق ومحاسن الأخلاق القولية والفعلية. عشان كده سيدنا الإمام البخاري استنبط من الحديث إن المسلم ممكن يخرج منه شيء، إنه يحدث منه تصرف أو معصية، لكن المعصية دي ما تخرجهوش عن الإسلام إلا لو أشرك،
يبقى موارد انه يحصل منه كده، ولا يكفر ولا يتهم بالشرك. ده من المعاني اللي فهمها الامام البخاري في هذا الحديث. وبرده في هذا الحديث الشريف فيه الحس على ضرورة الإحسان إلى الخدم وإلى الأعوان وإلى المساعدين ومن في معناه، زي ممكن عندك أجير بيشتغل عندك أو غيره، وإن الإنسان يبقى لابد يكون عنده شفقة ورحمة ورفق. في الحديث برضو بنتعلم ترك إن إحنا نترك الكبر، وإن إحنا نترك الترفع على الآخرين واحتقارهم مسلمين أو غير مسلمين. اوعى تحتقر أي إنسان أو ترى نفسك أعظم أو أكبر أو أرقى من آخر. إياك، سل الله السلامة. ولازم الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بسلامة القلب وأن يوفق إلى حسن التصرف والعمل. إياك أن تحتقر أي إنسان. والحديث طبعا في فضيلة واضحة ظاهرة لسيدنا أبي ذر رضي الله عنه، وبيان لحسن استجابته السريعة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه اللي فهمه الإمام البخاري إنه وارد إنه الإنسان المسلم يقع في ارتكاب بعض المعاصي، واللي هي ممكن تكون منها كبائر، وإذا وقعت منه هذه الكبائر وهو مسلم لا ينسب إلى الشرك ولا ينسب إلى الكفر، إلا لو هو أشرك. لكن هو موحد واقترف سوءا أو ارتكب معصية كبيرة، ما أقولش لا ده مش مسلم، لا، مسلم موحد لكنه من العصاة الذي ارتكب معصية كبيرة كانت أو صغيرة. فضبط هنا لينا الإمام البخاري بفهمه لهذا الحديث إن ما نستسهلش. الناس اللي بتستسهل أو بترمي زي الخوارج اللي بيشوف إن مرتكب الكبيرة كافر، دي فرقة مرت بيها التاريخ الإسلامي وكانت موجودة وكان ليها شبيه بيهم في هذا الزمان. فالمسلم يمسك لسانه ولا يتهم آخرا بكفر، ما مش قصتنا ولا بتاعتنا، حتى لو رآه يرتكب كل المعاصي أو كل الكبائر، يبقى يسأل الله له الهداية ولنفسه الثبات على الأمر. وختاما نذكر بالحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن المعرور قال: قيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، المساعد بتاعه، فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. صدقت يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أمين.